اهلا بحضراتكم، وعايزين نتكلم معاكم النهارده في حاجه يمكن كلنا بنمر بيها كل يوم في حياتنا، لانه كل يوم احنا كل واحد فينا بياخد اختيار، بيقوم باختيار حاجات معينه، انك تقوم الصبح بدري قبل ميعادك عشان تروح الشغل في شكل كويس ومود كويس، ده اختيار، انك تبقى بتأدي كويس في شغلك وانك الناس تبقى بتحبك فيه، ده اختيار، انك تتحرك من مكانك وتروح الجيم وتعمل رياضه او اي حاجه productive زي ما إنك بيقولوا، انك تقوم من تحت البطانيه دلوقتي، انك تقوم ده اختيار. لا ده مش اختيار، ده ايه؟ ده قرار. على كل حال، الحياه مواقف، وفي مواقف بتستدعو للفرحه، وفي مواقف ساعات نقول يا ريتني ما عملت او خدت الاختيار ده او عملت الموقف ده، وحاجات كتيره قوي قوي بتساهم فيها طبعا عوامل كتيره قوي، سواء تربيتنا او الحاجات اللي بنمر بيها بيومنا او الحاجات دي كلها. كل واحد فينا في حياته اختيار فخور بيه. ايه هو الاختيار اللي حضرتك خدته في حياتك انت فخور بيه؟ فليكن انك مثلا كملت في شغلانة معينة الناس كلها قالت لك ما فيهاش أمل، فليكن إنك تبتدي بزنس معين الناس كلها قالت لك ما فيهوش أمل، فليكن إنك تسيب الشغلانة دي في وقت معين كل الناس قالت لك هتعمل إيه، هتاكل وتشرب منين، وإنت كان عندك حلم معين عايز تنفذه. إيه الاختيار اللي إنت خدته في حياتك يمكن كل الناس قالت لك عليه ده مش هينفع، لكن إنت صممت عليه وقلت هو ده اللي أنا هعمله، فإنت فخور بيه. يا ريت تشاركنا تجربتك وتشاركنا الاختيار ده عشان حتى نستفيد بيه كلنا ونشارك بيه بعض. وده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، هنستعرض اجابات حضراتكم النهارده خلال الحلقه. لكن خلونا في البدايه نسال شاذلي، ايه الاختيار اللي انت يا شاذلي خدته غير انك تقوم من تحت البطانيه وفخور بيه وجيت النهارده؟ انا الحمد لله اختياراتي كلها، الحمد لله اختياراتي كلها صح، بس ده مش ذكاء مني او نصحه مني، يعني ده توفيق من ربنا. يعني عارفه مش مخطط لها، مش غرور، يعني مش مخطط لها كمان، مش الفكره ما كنتش مخطط، يعني هي بلاقي نفسي اخترت حاجه بكمل فيها، بس ده اراده ربنا الحمد لله بتنصفني يعني في النهايه. خلينا متفقين ان سعاده الاختيار الصح بقى لا تضاهيها سعاده. يعني لما تكون ما بين اختيارات كتيره وتختار حاجه معينه وتمشي في الطريق ده للاخر وفي الاخر تطلع انت اللي صح، دي سعاده بقى لا تضاهيها سعاده. لكن عشان تختار صح بتكون هذه الاختيارات مبنيه على مجموعه من القناعات، لازم من جواك تكون مقتنع باللي انت بتعمله، فبالتالي في النتيجه في النهايه بتكون معروفه انك فعلا بتختار الحاجه الصح، لازم تكون فعلا مقتنع. الحياه بشكل عام كلها اختبارات وكلها مواقف، ومع كل اختبار وكل موقف لازم يكون في اختيار، ما بين الاختيارات البسيطه والسهله زي ما كانت بسنت بتتكلم، وما بين الاختيارات المصيريه زي برضو ما كانت بسنت بتتكلم، سواء عن الشغل او عن الجواز او الاختيارات البسيطه، هلبس ايه النهارده، الحاجات اللي هي البسيطه اللي ممكن بتقابلنا بشكل يومي يعني، وحتى الاختيارات فيها ما بتبقاش مؤثرة قوي. لكن في النهاية كل واحد بيتحمل نتيجة اختياره، كل واحد في حياته بيكون عنده اختيار هو صمم عليه، هو اختاره بيمشي في هذا الطريق، دي بتكون مسؤوليته. بنختار ازاي؟ بنختار على أساس ما تربينا. كنا دايما بنتكلم على ان الأهل لما بيسيبوا لأولادهم مساحة من الحرية عشان يختاروا ويجربوا كل حاجه موجوده في الحياه، الولاد نفسهم بيتعلموا حاجه من المواقف اللي بتعدي عليهم. فكنا دايما بنقول ان الاهل اللي دايما بتمسك ابنها او بنتها تقول له لا اعمل اعمل اعمل، لا ما تعملش ما تعملش، في النهايه ده بتطلع شخصيته مهزوزه مش قادر ياخد قرار. فلما بيكبر شويه بتلاقي بقى الاب والام بيختاروا له الكليه بتاعته، بيختاروا له شغله، بيختاروا له زوجته، بيختاروا له المكان اللي هيعيش فيه، بيختاروا له كل حاجه، فبقى انسان بلا شخصيه. لكن من هو صغير لو عودوه ان هو يختار وانه يتحمل نتيجه اختياره مره واتنين، لو طلع خطا في نصح في توجيه في ارشاد مفيش لوم من اللي بنسمعه، قادر اخره اختياراتك، لو عودناهم على كده من البدايه هو هيكبر وهو عارف ان هو في قواعد معينة هو اتربى عليها وبيختار على أساس هذه القواعد. عشان كده كل واحد فينا في حياته اختيار فخور بيه. ياريت تحكوا لنا عن الاختيارات اللي انتوا اخترتوها في حياتكم وفخورين بيها، ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا، في انتظار طبعا إجابات حضراتكم وتفاعلكم باستمرار على سؤال حلقتنا. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.